نعم بروفيسور، دائما بالحديث ربما عن هذه الدراسات الأخيرة حول كوفيد 19، فيه دراسات لخبراء تقول أنه ربما إذا عطس المصاب بكوفيد 19 يستطيع أن يصيب من يكون على بعد 8 أمتار. أنا نقول لك هذا المصاب بالكوفيد ما ينجمش حتى يعطس، غير يتنفس برك. وإذا كان تنفس وراك دون زان انفيرونمون واللي الهواء مش متحرك بزاف، أنا نقول لك ان ديستونس دو 10 متر تو سورا انفيكتي. إذا كان الهواء بزاف والهواء اللي اسي توربيلون راح يمشي لو فيروس ويديليه، راك بالك عندك اون شونس دو 10 à 20%. وإذا كان راك دون زان بار اكزومبل راك في كولوار ولا راك في اجتماع والسيد مريح على الطابلة من هيتا والطابلة فيها 8 أمتار، ولو كان السيد هذاك راهو انفكتي وراك دير معاه اجتماع تاع نص ساعة وهو راهو يهضر معاك ويتنفس عليك، أنا نكارونتي لك كي تخرج من الاجتماع هذاك راك ديت معاك الفيروس تاعو. طيب أنا تفضل بروفيسور تفضل. تما يعني رانا في حاله وين جهه ماناش باغيين نخلعوا الناس بزاف، بصح اون ميم طون رانا نشوفوا لي كا هذو اللي كيروحوا نفتشوا عليهم ونديروا تسمى ليستوار كيفاش سيد وين كان وين راح وعلاش تنفكتا، رانا نلقاو معظم لي كا 50 à 60% سي دي زانفيكسيون وين جهه الناس هذو كانوا دون زان دون دروا سوا دون زان اسانسور طلع مع واحد لسات ايطاج ولا راح تلاقى مع واحد دار معاه اجتماع وهو ياكد لك يقول لك طابله كانت كبيره، يقول لك طابله كانت فيها 3 أمتار ولا 4 أمتار، لقينا باللي لي كا هذو كاينين بزاف وراهم يصراو بزاف عليها. راك تشوف في الامريكان لهنا le narratif du gouvernement américain, on est en train de pousser les gens باش يلبسوا الكمامه هذه سورتو كي يخرجوا برا. نعم. على بالنا بلي الديستانس سوسيال هذه تعاون وراهي تعاون، بصح ياو يلبس الكمامه راح يعني نقفلوا الطريق للفيروس هذا باش يزيد يتحرك خلاص.